سيأتي غانتس إلى البيت الأبيض وهما متنافسان، وكنت أنتظر أن تتشكل حكومة. إذا نظامكم نظام غريب، نحن نتحدث عن هذا الموضوع لأشهر وانتظرنا الانتخابات، وبالتالي ينبغي ربما مراجعة نظام الانتخابات في إسرائيل. أعتقد أن ما حدث وأحد أسباب وجود السيد غانتس، طبعا هو سيحضر وأنا سأتحدث سأجتمع به بعد اجتماعي بالسيد نتنياهو. اسمحوا لي أن أقول شيئا. أنا أتشرف للغاية بوجودي هنا، وأنا أتطلع إلى صنع تاريخ معكم غدا، وأعتقد أننا سنتحدث عن الخطة، وأنا سأتحدث عن الخطة، وأعتقد أنها خطة تاريخية طرحها الرئيس، ولكن هذا ما سأقوله غدا. أشكركم على كل ما فعلتموه أو ما فعلته لإسرائيل، اعترافكم بالقدس كعاصمة إسرائيل ونقل السفارة، وكذلك الاعتراف بسيادتنا على هضبة ومرتفعات الجيلان، كذلك ما فعلتموه غير مسبوق على صعيد التعاون الأمني والاستخباري. إذن سيد الرئيس، قائمة دعمكم وما فعلتموه لإسرائيل منذ أن أصبحت رئيسا هي قائمة طويلة، ولكن أنت جعلت تحالفنا أقوى، وأنا أتطلع خلال السنوات القادمة لتمتين وتوطيد دعائم هذا التحالف. أمر آخر أخير، هذا يوم تذكر المذبحة، وأنا أبديت استعدادي للاجتماع بكم، وأشكرك على كل ما فعلته. عندما أصبحت رئيسا كانت إيران تتقدم وماضية في سبيلها، ولكن بسبب قيادتكم وما فعلتموه من انسحابكم من الاتفاق النووي مع إيران، وكذلك فرضكم للعقوبات وآخرها عقوبات قبل أسابيع، وقضائكم على أخطر إرهابيين على وجه الأرض، وجميع محبي السلام وسعون إلى السلام يشكرونك من أعماق قلوبهم، وأنا باسم إسرائيل وباسم الشعب الإسرائيلي أشكرك على كل ما فعلته من أجل إسرائيل وتصديك لإيران، وأشكرك على قيادتك وصداقتك. غدا الساعة 12 ظهرا، وهذه الخطة بيبي وخصمه، والذي أعتقد أن بيبي سألتقي به وسألتقي بخصمه بعد قليل. إذن هذه الخطة مهمة جدا بالنسبة للسلام في الشرق الأوسط. الإسرائيليون والفلسطينيون يجب أن يحققوا السلام. هناك الكثير ممن عمل على إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط لسنوات طويلة، ولكن علينا أن إذا كثير من الدول العربية وافقت على هذه الخطوة ويعتقدون أنها جيدة وعظيمة وأنها خطوة رائعة، ولذلك أعتقد أنه من الرائع أن نحقق نجاحا لهذه الخطة. إذا عندما كنت في قطاع الأعمال، البعض كان يعلق على أي صفقة يقولون أن هذه أصعب من أي صفقة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ولذلك سنرى ما سيحدث. هناك الكثير من الأمور التي ستكون في مصلحة الجميع، ونحن نثمن وجودك سيد رئيس الوزراء. سيد الرئيس، أود أن أقول في البداية أن صفقة القرن تمثل فرصة لإحلال السلام ينبغي ألا نفوتها. اليوم فقط أريد أن أشكرك على كل ما فعلته لدولة إسرائيل، كنت أعظم صديق حظيت به إسرائيل، وأعتقد أنه غدا سنستمر في هذا السبيل وفي هذا الطريق. هل تحدثت إلى الفلسطينيين بشأن هذه الخطة؟ نعم، نحن سنبلغهم غدا. إذا هذا أمر أعتقد أنهم يريدونه ويريدونه للغاية. أعتقد في نهاية المطاف هذه الخطة جيدة جدا وهي رائعة بالنسبة لهم، لذلك سننتظر ونرى. هم سيطلعون على هذه الخطة، كما تعرفون
نحن أوقفنا المساعدات للفلسطينيين وهذا أمر لم يرقني، ولكن أعتقد أن ثمة فرصة رائعة والفلسطينيون مفاوضون جيدون. ولا طبعا هم في البداية سيقولون أننا لا نريد أن نعرف عن هذه الخطة ولكن سيتفاوضون بشأنها. إذن غدا الساعة 12 سنعلن عن هذه الخطة وهي خطة كبيرة للغاية، وسيكون ذلك مقترحات. إذن سنرى ما سيحدث. هذه الخطة تحظى بدعم رئيس الوزراء وكذلك الحزب الآخر، ونعتقد أننا سنحظى بدعم من الفلسطينيين، ولكن إذا ما حصلنا ذلك فسيكون في مصلحة الجميع، وإذا لم يتحقق ذلك فالحياة ستستمر.